ابنتي تزوجت منذ سنتين وقاطعتني منذ سنتين. سبحان الله، يعني هي تزوجت ومن ساعة ما اتجوزت تمت المقاطعة، مش مثلا المقاطعة منذ سنة، يعني كأن الزوج أول ما تزوج بدأت المقاطعة فورا. وزوجها يشجعها على ذلك، أيوة طبعا، وأنا أدعو عليها وقلبي غضبان عليها، وهي طبيبة وأم لبنتين ماذا أفعل، أو هي دكتورة وأم لبنتين ماذا أفعل؟ لابد أن احنا ندرس دائما أي مشكلة يا سادة، أي مشكلة، دي قاعدة، أي مشكلة لابد أن تكون لها أسباب. ليه المشاكل بتزداد؟ ليه الناس المشاكل عندهم بتاخد حيز كبير في الحياة؟ ان هم بيفكروش في اسباب المشكلة، بيقعدوا يعيشوا في المشكلة لكن اسبابها لا يفكرون فيها. وعندما نريد ان نفكر في اسباب اي مشكلة لابد ان تكون الاسباب اسباب موضوعية مباشرة. دايما هناك اسباب غير مباشرة وهناك اسباب مباشرة. الاسباب اللي هي المباشرة دي هي الاسباب التي لا تقال، والاسباب غير المباشره هي التي تقال. يعني افترضنا مثلا في مشكله بين رجل وبين زوج وبين زوجته، او في مشكله بين اولاد في بيت واحد، وانت تريد انت تحل المشكله دي، او مثلا انت في كليه او في مصنع او شركه وفي مشكله بين الزملاء وتريد ان تحل هذا الاشكال، بتسمع من كل طرف. لا تقل بان ما تسمعه من اسباب المشاكل هي الاسباب الحقيقيه، لا، دي اسباب غير حقيقيه. في كثير من الاحيان ربما في هناك اسباب تانيه. حاول ان تصل الى الاسباب الحقيقيه للمشكله، اذا لم تصل اليها فحسبك ما تسمع. المهم لابد ان نصل الى الاسباب الحقيقيه. قد يكون السبب ان انت اعنت جوز بنتك في تجهيزه للزواج، ممكن الراجل كان عاوز يلم المسائل ببساطة وعاوز يبدأ بسيط وبعدين يكبر مع الأيام، لا انت عاوزه يتجوز وهو كبير، فبالتالي أعنته والراجل اقترض واستدان واتبهدل بهدلة باينة. ومين السبب؟ هو أبو مراته. فالراجل قال طيب أنا أول ما هتجوز أنا هقطع رجل الناس دول من البيت. ربما فالمواقف النفسية لها أسبابها. فإذا أردت أن تحل هذه المشكلة فانظر إلى الأسباب وحاول وعالج هذه الأسباب، بإذن الله تنتهي هذه المشاكل. ولا بأس أن تذهب إلى زوج بنتك وتتواضع قليلا وتعصر على نفسك شوية صبر، بحيث أن المسائل بإذن الله تعالى تتلم. وأكيد زوج البنت لما يشوفك كنت راجل كبير أتيت إليه وزرته وخبطت على بابه وحضنته قلت له يا ابني افتح صفحة جديدة ومعلش والكريم يعني تواب ويلا انا اخطأت في كلمة سامحني وانت اخطأت في اسامحك ونفتح صفحة جديدة، لعل هذا يكون خيرا ان شاء الله.